أنه كان يقول إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى، وعنه مرفوعا إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. وقال أحمد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباء تزوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء يرده رده وإن شاء يمنعه منعه. الأحاديث السابقة تدل حسب ما بدا لي أن الإيمان يثبت مرة واحدة أو ينفى مرة واحدة، فكيف يجمع بينها وبين الآيات التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ وما تعليل استشهادكم على مذهب الأحناف في الموضوع بأن الإيمان يكون أو لا يكون لحديث إيمان الزاني هذا مع أنه يوافق مذهبهم كما يبدو؟ جزاكم الله خيرا. وللحديث الأول لا أذكر إذا كان ثابتا أو لا، وهو إن الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى، هذا لا أعرفه في الواقع. موقوف على كل الموقوف غيره. وفي كمان عن أحمد الموقوف الذي يستحق التعليق في ظني على هذا السؤال هو الحديث المرفوع الذي ذكره السائل بعد الحديث المروي عن أبي هريرة الموقوف الأول، هذا على أنه موقوف فأنا لا أذكر إذا كان ذلك ثابتا عن أبي هريرة أم لا. أما الحديث الثاني وهو قوله عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان، هذا الحديث لا متمسك به لمن ذهب إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأرجو من السائل والسامع في آن واحد أن يكونوا أو أن يحاولوا أن يكونوا ممن تحدث رسولنا صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو ينبغي أن ينظر في الحديث نظرة صادقة متجردة عن تأييد مذهب على مذهب. فإذا كان هذا الحديث كما يتوهم السائل يؤيد مذهب الحنفية، فهل الحنفية يقولون أن الزاني زنى كفر؟ فالحديث نفسه لا يقول بالحنفية خلافا لما توهم السائل، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هم الأحناف أنفسهم، وهذا في الواقع مما يقيم الحجة عليهم بكلامهم، لا يجدون تفسيرا لهذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وهو مفسر هذا الحديث إلا على طريقة الجمهور من السلف الصالح الذين يقولون إن الإيمان ليس فقط الاعتقاد بل وفيه يدخل أيضا عمل الصالح، ومن هنا جاء اعتقادهم الآخر الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا صريح في القرآن الكريم. ولذلك فقول عن السلام في الحديث المذكور لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كيف تأوله الأحناف أنفسهم؟ قالوا وهو مؤمن كامل الإيمان، إذن الإيمان له مراتب وله درجات فيدخل فيه نقص ويدخل فيه زيادة، فتأويلهم للحديث هو تأييد لرأي الجمهور الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان من معناه العمل الصالح. إذا عرفنا هذه الحقيقة ورجعنا إلى هذا الحديث فلا يمكن أن يفسر هذا الحديث لا على مذهب الجمهور الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، ولا على مذهب الحنفية الذين يقولون إيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما هو حقيقة واحدة. دكتور أيمن، فقوله إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة، نحن إذا نظرنا هنا إلى لفظتين أولا الإيمان وثانيا الظلة،
هل نأخذ لفظ الإيمان بالمعنى الجامد الذي لا يقبل الزيادة والنقص؟ وهذا لا يقوله علماء السلف خاطبة، وهنا بالذات لا يقوله الحنفية أيضا، لأنهم لو قالوا خرج منه الإيمان معناها أنهم قالوا بقولة الخوارج، وهو أن ارتكاب الذنب الكبير هو خروج من الدين، وهذا والحمد لله لا يقول من الحنفية. لذلك فهم سيضطرون إلى تأويل الإيمان هنا بمثل ما أول الحديث الآخر، لا يزني الزاني أن يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان. فهنا يخرج منه الإيمان كله ولا الإيمان الكامل الذي يستلزم أن لا يقع في مثل هذه المعصية؟ هذا التأويل الأول، أن نقول إيمان يعني الإيمان الكامل، أما الإيمان المنجي من الخلود يوم القيامة فأقل منه بكثير ينجي. هذه اللفظة ينبغي النظر إليها أولا لفهم الحديث على وجه الصحيح. اللفظة الأخرى فكان عليه كالظلة، هذا لا يعني أن الإيمان خرج منه خروجا، حتى لو فسرنا الإيمان بالإيمان المطلق أي خرج الإيمان. اللفظ الأخرى فكان عليه كالظلة، هذا لا يعني أن الإيمان خرج منه خروجا، حتى لو فسرنا الإيمان بالإيمان المطلق أي خرج الإيمان الكامل والناقص بحيث لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان. لو فسرنا هذا التفسير أيضا فلا يعني الحديث أن هذا الرجل خرج من الإيمان وانفصل عن الكلية، أي إنه مات موتا معنويا، أي إنه صار كافرا، لا، لأنه خرج منه وصار متعلقا به تعلق الظلة بالمظلل بالظلة. وأقرب شيء نستطيع أن نفسر تعلق الإيمان والحالة هذه بصاحب هذه الجريمة خروج الروح من الإنسان وهو نائم، ففرق بين خروج الروح من الإنسان وهو نائم فهو لا يزال حيا لكن حياته غير الحياة الطبيعية وهو يقظ، وعلى عكس من ذلك خروج الروح من بدن الإنسان نهائيا فيصبح بدنه كالخشب. هكذا نستطيع أن نفرق بين خروج الإيمان كله من الإنسان فيموت موتا معنويا كما يموت الجسد بانفصال الروح منه انفصالا كليا، وبين أن يموت نصف موته أو بعض موته إذا صح التعبير، لأن يخرج من الإنسان هذا الإيمان الكامل الذي لا يليق بهذا المجرم الذي ارتكب الزنا. فإذا هذا خروج لا يزال الإيمان متعلقا بصاحبه كما لا تزال الروح متعلقة بصاحبها في حالة نوم الجسد، ولا تزال الروح متعلقة. فإذا خرج منه الإيمان الكامل ولم يخرج منه خروجا مطلقا بحيث لم يبقى له علاقة، فإذا انقلع، هكذا جاء في اللفظ وأظن أقلع، رجع إليه الإيمان. فأخذ الحديث، خلاصة القول، أخذ الحديث ودراسته دراسة سطحية ظاهرية، هذا أولا ليس من طريقة العلماء إطلاقا، لا فرق بينهم في بين ما تريدية مثلا والأشاعرة فيما يتعلق بموضوع الإيمان وزيادته وعدم زيادته. وماذا يقول السائل في مثل الحديث الصحيح وهو أصح من هذا؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له،
هل نفسره هكذا على الظاهر لا إيمان مطلقا؟ ما أحد يقول بهذا، لا حنفي ولا شافعي. إذن لا إيمان كاملا ولا دين لمن لا عهد له، لا دين كاملا. وهكذا كذلك هذا الحديث ينبغي نفسر ملاحظا فيه الإيمان الكامل أولا، وشيء زائد وهو يكون عليك الظلة ليس منفصلا عنه بالكلية. لذلك إذا ما أقلع عن الذنب عاد هذا الإيمان إلى صاحبه لأنه لم ينفصل عنه بالكلية. ومن هذا البيان والشرح أظن يؤخذ الجواب عن سؤال السائل حين أدفع ما سبق بقوله، وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباء زوجناه لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء يرده رده وإن شاء يمنعه منعه. فهنا نزع الله منه نور الإيمان بين المنزوع وليس هو الإيمان نفسه وإنما نوره، وهذا بدهي. يقول السائل الحديث السابقة تدل حسب ما بدلي أن الإيمان يثبت مرة أو ينفى مرة واحدة، يثبت مرة أو ينفى مرة واحدة، فكيف يجمع بينها وبين آيات التي تدل على زيادة الإيمان؟ قد عرفنا يا أخي الجواب، أن مدام الإيمان يزيد وينقص فالمنفي هو الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان، وقد ضربت مثلا آنفا واضحا جدا لا إيمان لمن لا أمانة له، ومثل أحاديث كثيرة لا إيمان كاملا. وإلا إذا أخذنا الأحاديث وفسرناها على ما يريد السائل تركنا مذهب أهل السنة جميعا على ما بينه من اختلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، والتحقنا بالخوارج الذين يكفرون المسلمين بمجرد وقوعهم في بعض المعاصي الكبيرة.